السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم. حياكم الله في درس جديد من دروس الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي اللي تفيدك بشكل كبير في مجال عملك وتساعدك بشكل كبير في زيادة الإنتاجية عندك في مجالات مختلفة، مجال الجرافيك والتصميم والتقنية. اليوم أشرح من أفضل المواقع اللي تصنع لك الموك أب لتصاميمك بضغط الزر واحدة وبشكل مجاني، الموقع الأفضل على الإطلاق اللي صدر مؤخرا واللي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد الموك اب بشكل ثلاثي الابعاد كذلك وبشكل رائع جدا. جميع انواع الموك اب، المجلات وكل انواع المطبوعات، المشروبات والمأكولات والمكملات الغذائية والمجلات والكتب والاوراق والحافظات والملصقات والمركبات، كل انواع الموك اب اللي تخطر في بالك موجودة في موقع سمارت موك اب. لو أروح الآن أشوفكم الأشياء اللي قمت بتصميمي على نفس هذا الموقع، هنا مكتوب موك أب، شوف هذه كل التصاميم أنا قمت بتصميمها على نفس هذا الموقع، شوف التصاميم كلها قمت بتصميمها على هذا الموقع أو لنفس الهوية التجارية. لو ألاحظ الأشياء الموجودة تقدر تستخدمها بشكل كبير في صناعة الموك أب للألبسة والتغليف. الجميل في هذا الموقع أنه يعطيك الكثير من التصاميم الجاهزة للمكاب. راح أقوم الآن بتصميم أو بتنفيذ تصميم، مثلا أختار هذا التصميم عشان أصنع مكاب وأشرح آلية هذا الموقع وكيف راح نستخدمه. مثلا ما تختار المكاب اللي راح يناسب تصميمك مباشر، راح تفتح لك الواجهة بهذه الطريقة. الجميل في هذا الموقع أنه يأشر لك بشكل مباشر على التصميم اللي تحتاجه، مثل أرفع صورة راح تنزل بهذا المكان، لو ترفع صورة راح تنزل بهذا المكان مباشر، ينزل لك على مكان الصورة راح تنزل فيها على هذا الموقع أو على هذا التصميم. لو أنزل هنا كذلك يرفع لك أو يأشر لك المكان أو المنطقة اللي راح تنزل فيها الصورة. نبدأ بأول صورة اللي هي صغيرة، مثلا كرت بزنس أحتاج يكون فيها شعار. والجميل في هذا الموقع أنه يعطيك التصاميم تقدر تحملها من تطبيق كانفا المعروف او موقع كانفا، اذا كان شخص مهتم في كانفا ويصمم على كانفا يقدر يحمل مباشرة تصاميمه على هذا الموقع بضغط الزر واحدة. انا راح احملها من جهاز الحاسوب، مثلا عندي هوية قمت بصناعتها مسبقا لمجمع شهادة كلينيك، مباشرة اختار اللوجو، احتاج اللوجو يكون في كرت البزنس، مباشرة ينزل اللوجو بضغط الزر واحدة، فقط تحمل اللوجو. كذلك تقدر تعدل أو تعدل على الصورة إذا ما كان مقاسها مضبوط، تقدر تتحكم في حجمها، مثلا تحتاجه يملأ أو تحتاجه مباشرة يعطيك المعاينة بهذا المكان، الحين تنزل المعاينة شوف، أو تحتاجه مثلا فيل يملأ أو تحتاجه فيت مناسب أو تحتاجه مخصص، أنت تقدر تتحكم بحجمه بالشيء اللي يناسبك. بهذه الطريقة راح تشوف المعاينة بشكل مباشر على الموقع. هذا الجميل في هذا الموقع أنه يسمح لك تشوف كل شيء أو كل صورة أو كل تعديل خاص بك على هذا الموقع. تقدر تعطيه كذلك أنك تقدر تتحكم في تقلب الصورة الخاصة بك 180 درجة أو 90 درجة بالشيء اللي تريده، وكذلك تقدر تقلب الشعار والكتابة، يعني يعطيك أشياء رائعة جدا. وكذلك تقدر توسط المكان، الأشياء اللي تعرفونها في الستريتر والفوتوشوب، توسط الصورة في مكان التصميم مباشرة، تضغط على هذا الخيار يوسط لك الصورة مكان التصميم في الوسط، تعطيه المحاصيل أو الاستمرار، تنزل مباشرة أحتاج الآن صورة ثانية بهذا المكان تكون مربعة، مثلا راح أحمل صورة لا على تاني أقوم بالشرح هذا الموقع فقط كمصممين كيف راح نستفيد منه. مثلا عندي هذا التصميم الآن أقوم برفعه، شوف نزل عندي التصميم بشكل مباشر، أقدر أعدل على الصورة، عفوا أروح على المكان الثاني هذا مكان، أعدل على الصورة أعطي خيار التعديل، أحتاج تكون تملأ التصميم، شوف هي ممالئة الصورة لكن أنا مباشرة أنا أروح على خيار يملأ راح تنزل بشكل مباشر وتملأ الصورة، تقدر تتعدل فيها بشكل مباشر، شوف نزل التصميم بشكل احترافي ثلاثي الأبعاد مباشر، شوف التصميم نزل عندي بطريقة احترافية. لو أروح أشوف الصورة الثانية، هذه الصورة لازم تكون مقاس A4 حتى أن الموقع يعني يعطيك مقاسات كل صورة وتصميم كل صورة كيف راح يكون مقاسه، فهذا شيء جميل في هذا الموقع. يعني مثلا عندك مكاب تروح تعدل على مقاسه مباشر ينزل في المقاس المطلوب. لو أروح أرفع صورة على هذا المقاس يحتاجها A4، مثلا عندي تصميم مثلا هذا التصميم الخاص بي على شكل A4 أو نقدر نقول قريب من A4، أروح أعدل عليها مثلا ما عجبني مقاسه وما ضبط معي المقاس، تعطيه خيار يملأ أو أنت
تحكم في المجال حسب ما أنت تريد. شوف، أنا لو أتحكم أقدر أرفع المقاس وأعدله مثل ما أريد، مثلا أحتاج الشعار يكون ظاهر والطفل كذلك يكون ظاهر بهاي الطريقة، لو أرفع كذا بهاي الطريقة راح يكون معي مناسب جدا. وتقدر كذلك تعدل أو تجيب صورة ثانية ترفعها بدل الصورة، إذا شفت أنها مين مناسبة تقدر ترفع صورة أو تمسح هاي الصورة ترفع صورة جديدة مباشرة، ترفع صورة ثانية مقاس مثلا أكبر عشان تضبط معاك. مثلا عندي صورة الطفل اختارها، أو صورة الطفل هذه مباشر، شوف إنه المقاس صار أرتب من المقاس اللي قبل شوي، أعدله مباشرة هاي الطريقة، أعدله أعدله شوية عشان يصير معي مناسب، يعني صار كذا مناسب معي. أعطيه الحفظ مباشر، تنزل الصورة بطريقة خرافية. شوف الصورة كيف نزلت هنا بهذا المكان، مثلا أضيف أي شيء خاص في المكعب للتصميم، مثلا أضيف أي كتابة عبارة أو أي شيء خاص في نفس التصاميم، أو تبين فيه الهوية وألوانها وكيف راح يتم استخدام الهوية والألوان اللي راح يتم استخدام الخطوط والأشياء الموجودة اللي متعارف عليها للهوية التجارية. مثلا أرفع أي صورة، فرضا أحتاج تكون طويلة شوي بنحيفة، فرضا أحتاج صورة ثانية أطباء، مثلا عندي طبيب من الأطباء أرفعه على المكان هذا عشان يبين للمشاهد. شوف الصورة كيف نزلت صغيرة جدا، أروح الآن أتحكم في الصورة، أروح أخذ مقاسها، مثلا أحول مقاسها مثل ما خبرناكم مباشر، أحولها شكل طولي عشان ينزل معي هاي الطريقة، كبرها شوية يعني، بس أنا عشان أشرح الموقع كيف يتم استخدامه. شوف الآن راح تنزل بطريقة احترافية تبين فيها اللون وهوية الشركة، فمباشرة تنزل الصورة بجودة عالية، تقدر تشاركها على جميع السوشيال ميديا. الجميل في هذا الموقع أنك تقدر تعدل أي مقاس بطريقة احترافية، حتى لو كان مقاسك مضابط معك تقدر تعدل، وكذلك تقدر تحمل التصميم بالمقاس المطلوب اللي تحتاجه للمنصة اللي راح تنشر عليها الموك أب الخاص بك. مثلا نحتاجه بهذا المقاس، اشترك في الموقع راح تعطيها في فول اتش دي، ولكن الجودة هذه مناسبة نوعا ما. مباشرة تعطيه أمر التحميل، راح تنزل عندك الصورة بطريقة أو بجودة عالية، تقدر تشاركها على التويتر وتقدر تشاركها على منصات السوشيال ميديا الخاصة بك، تكون مثلا الموك أب على اللباس أو على هذا التيشيرت أو على هذا القميص. مباشر ترفع الصورة الخاصة بك بعد ما يفتح الموقع، حمل الصورة من جهازي الحاسوب، مثلا نفس المكان أو نفس الشركة اللي نفس الشعار اللي كنت شغال عليه قبل شوية، أو مثلا اختار صورتي الشخصية أنا الخاصة في أو شعاري الخاص بي، أقدر أستخدم مباشرة على هذا القميص، ينزل مباشرة بشكل ثلاثي الأبعاد على هذا القميص، وتقدر تتحكم في مكان الشعار. والجميل في هذا الموقع إنه يعطيك شيء ثلاثي الأبعاد واقعي، كأن الصورة مطبوعة حقيقة على هذا على هذا القميص أو على هذا الشخص، تقدر تتحكم في مقاسه ويعطيك بريفيو أو صورة مباشرة لمكان الصورة في هذا المكان أو لمكان الشعار. ننتظر شوي عشان يحمل الصورة، شوف الآن أقدر أتحكم في مكانها مباشر من خلال تغيير المقاس بهذه الطريقة، وتقدر تسحبها من أو تقدر تتحكم في المقاس مثل ما خبرتكم بهذه الطريقة. شوف الصورة، يعني صراحة يعني إبداع إبداع هذا الموقع، يعني راح يساعدك بشكل كبير في تصاميمك الخاصة في الموك أب والأشياء الخاصة فيك، تقدر تصنع أشياء كثيرة بخصوص الموك أب الخاص بك على هذا الموقع. روح فوق مباشرة تقدر تحمل الصورة في الشيء اللي أنت المقاس اللي أنت تريده، مباشرة تنزل عندك الصورة بشكل رائع جدا وبشكل جميل جدا. هذا بالنسبة للثياب، تلاقي الكثير من الأقسام الخاصة بالثياب، مثلا الأقنعة والمكملات، مثلا كيس أو تغليف خاص بالأكياس، راح أختار حر، راح تنزل عندك الأشياء المجانية، مثلا هذا الكيس نشوف مكانه مناسب جدا والصورة كواليتي ومناسب جدا الكثير من الموك أب، كذلك القبعات، تلاقي الكثير من الأشياء الخاصة في تصميم الأكياس، أي صورة تحتاجها ترفعها مباشرة على هذا الموقع، راح يصمم لك الموك أب الخاص فيك بشكل سريع جدا. أحمل الصورة من الأجهزة الخاصة بي، مثلا مثل ما حطينا نحط الشعار، مثلا هذا الشعار الخاص بي، راح يصير الكيس أسود، شوف بطريقة احترافية، لأن خلفية الكيس خلفية الصورة سوداء، لو عدلها
مباشر، صغرها راح يصير جزء أبيض وجزء أسود. تقدر تعدل أو تغير الصورة مباشر، تحذف الصور مثل الصورة ما عجبتك وما عجبك مقاسها، تقدر تعدل الصورة ثانية وتجيب صورة ثانية مباشر من جهازك الحاسوب. مثلا هذا اللون عجبني، أنا راح يصير لون الكيس أبيض سماوي، لون أزرق كذا فاتح، والصورة موجودة الخاصة بي على هذا الكيس. شوف الجمال والسرعة، لو أنزل هنا مثلا عندك الأشياء الخاصة في الأعياد، فأشياء جميلة جدا. هنا عندك الوسائد والشموع والبالون والأكواب، مثلا اختار بالون معين، أو عفوا اختار كوب معين، مثلا كوب قهوة. عندي براند قهوة، قمت بتصميم شعار خاص في كوب قهوة أو في براند قهوة، تقدر تجيبه مباشرة ومباشرة تنزل الكوب أو تنزل البراند الخاص بك على الكوب بضغطة زر واحدة، وبكواليتي وبجودة عالية. مثلا هذا الكوب، مثلا هذا الكوب، تمام، كوب قهوة. حمل شعار مثلا خاص في القهوة، مثلا عندي شعار، أي شعار خاص في القهوة، لا على التعيين مثلا، أو عصائر، مثلا عندي عصير كذلك، عصير هذا الشعار مثلا، هذا خاص بالعصائر، قمت بتصميمه لبراند. الأطفال والمكملات شفناها، التعبئة والتغليف شفنا بعضها، مثلا المكملات الغذائية، الحقائب والصناديق، مثلا عندي مشروع أو براند خاص في بوكس معين، فكذلك تقدر تستخدمه وتعدل عليه بشكل ثلاثي الأبعاد، يعطيك مقاس الصورة اللي راح تنزل على البوكس. صراحة إبداع، و يعني شيء جميل جدا انك تلاقي كثير من المواقع او تلاقي موقع يأمن لك هاي الاشياء بشكل مجاني، او يأمن لك الفكرة ويولد لك الفكرة، حتى لو كان مجاني تقدر تستخدم الفكرة الموجودة على هذا الموقع. مثلا هذا الشعار خاص في نفس الشعار قبل شوي، جوس لاند مثلا، راح اضيف في نضاف في الاماكن من فوق ومن تحت، راح اعدل الصورة بهذه الطريقة، احتاجها تكون يعني كاملة على نفس الشيء. شوف كذا بالطريقة هاي، شوف وين أعطاني معاينة بشكل مباشر استمرار هاي الطريقة، يعني أعطاني تصميم جاهز. صراحة يعني جميل جدا إنك تلاقي كثير من المواقع تعطيك هاي التصاميم وتأمنها لك جاهزة مجهزة، دون عناء التصميم، دون عناء التفكير في توليد الفكرة، فهذا راح يساعدك بنشر مشاريعك ونشر التصاميمك بشكل احترافي وإرسالها للعملاء بشكل احترافي، وكذلك في التسويق عبر الإنترنت بشكل احترافي. والجميل يعطيك الكثير من الأشياء الخاصة بالتكنولوجيا، الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وساعة أبل والكثير من الأشياء الخاصة في الموك أب، فتقدر تحمل وتلاقي الكثير من النماذج، مختلف النماذج، كذلك تقدر تحمل فيديو على الصورة، تقدر تضيف فيديو خاص بالصورة، فهذا شيء جميل جدا صراحة. فتقدر تضيف أشياء كثيرة للتصميم الخاص بك على هذا الموقع، فمن المهم أنك تركز وتشتغل على هذا الموقع وتنشر الكثير من تصاميمك عبر السوشيال ميديا. مثلا عندي شعاري، هذا الشعار مسبقا كنت بتصميمه، فراح ينزل بشكل مباشر على الموقع الخاص بي. لو اروح اتحكم في المقاس راح ينزل بشكل مباشر بهاي الطريقة. شوف نزل عندي الشعار بشكل مباشر على الجوال. والجميل في هذا الموقع والعجيب انه يعطيك موك اب على شكل فيديو، يعني تلاقي الكثير من المواقع ما تعطيك موك اب على شكل فيديو، هذا الموقع يوفر لك موك اب على شكل فيديو. صراحة الان لو راح ارفع اي صورة راح تنزل الموك اب، طبعا ينزل في الجوال مثل ما تعلمنا في السابق، راح ينزل في الجوال. مثلا هاي الصورة شعار قديم، انتظر لانه اصلا هو ثقيل شوية، فانتظر شوية عشان يحمل الصورة لانه هو فيديو. HD، فطريقة احترافية تقدر تأمن أو تضيف موك أب خاص بك بشكل فول اتش دي على هذا الموقع. مثلا نزل هنا في هذا الموبايل، أي نزل صورتي وانشرها على السوشيال ميديا، فراح يكون الأمر جميل جدا، كأن الجوال أو المكان مصور بكاميرا احترافية جدا جدا جدا.
فراح يساعدك بشكل كبير جدا انك تصنع منه حتى محتوى خاص بك على السوشيال ميديا. فالجميل في هذا الموقع صراحة ابداع انك تأمن او تضيف اشياء خاصة بك. مثلا انا احتاج صورتي تكون في هذا المكان، فراح اضيف صورتي الخاصة، هي شوف الفيديو صورتي موجودة جنب العصير او جنب الموية، فشي صراحة ابداع. وتقدر تحمل الفيديو بكواليتي وجودة عالية. هذا الفيديو اللي قمنا بصناعته قبل شوي، شوف الجودة. الله، جودة عالية جدا، جودة عالية يعني. وهذا كذلك انه تلاقي الكثير من الاشياء الخاصة في السوشيال ميديا، تويتر، انستغرام، تنشر صفحتك او تنشر بوست معين فيه عدد متابعين، فكذلك تقدر تلاقيها في قسم السوشيال ميديا. فكل الاشياء الموجودة الخاصة في الموك اب والتصاميم تلاقيها موجودة في هذا الموقع، اكثر من 12,000 نموذج طبيعي عبر الانترنت. في عندك أكثر من 12,000 نموذج، فأمر صراحة وموقع واسع وكبير وضخم جدا. وأنصحكم تحفظون هذا الموقع، راح أترك لكم رابط الموقع أسفل الفيديو، ولا تنسى دعم هذا المحتوى. كان معكم مشعل، وأشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.